العملاء عليه. نحن من سكان منطقة الأبيض المحتلة، حاليا سكان عين عيسى. نحن جينا اليوم على منطقة كوباني، على مقاطعة كوباني، حتى نشارك بالمسيرة التضامنية، المسيرة الحرة، مسيرة العز والكرامة. في مناطق شمال شرق سوريا كافة عم تطلع هاي المسيرة، مسيرة العز والكرامة. نحن اليوم باسم إقليم الفرات، سكان من سكانة الأبيض، حاليا قناتي بعين عيسى، تضامنا مع مقاطعة كوباني، جينا حتى نخرج بمسيرة تضامنا ودعما لرفاقنا قوات الجريلا في الجبال، بالرغم من النضال اللي نحن ماشيين فيه ونضال رفاقنا بالجبل، بالرغم من كل القصف والاستهدافات اللي عم تصير بمناطقنا. حكومة الاحتلال التركي كمان راحت لعند رفاقنا بمناطق الجبال، ما زالت عم تستهدفه. نحن جينا اليوم حتى ندعم رفاقنا ونبين له انه بالرغم من كل الاستهدافات وكل الحروب اللي عم تصير، نحن متضامنين معهم. اليوم بهي المسيره التضامنيه جينا كرد وعرب وشركس وسريان وارمن، جينا كلياتنا اليوم نشارك حتى نبين للعالم أخوة الشعوب والتلاحم والمترابط بين كافة المكونات بمناطق شمال وشرق سوريا. نحن بندعي مثل ما نحن كافة المكونات اتحدنا ووقفنا، مثل ما دحرنا إرهاب داعش إلى الباغوز، نحن رح ندحر الإرهاب التركي. نحن بحاجة لحتى نكون إيد واحدة، حتى نكون واقفين بوجه أي عدو. نحن إذا مثل ما تكاتفنا كافة المكونات، المكون الكردي كمان من الضروري إن يتكاتف حتى نوقف هاي الهجم. ميديا حسن من عين عيسى. هي يوميا تقصف على المدنيه، يعني تقصف على شو اسمه، على القرى، على حوالي عين عيسى، يعني تخرب تدمر. يعني الشيء هذا غلط، كسرت ولا راح تكسر. نحن مقاومين ونحن صامدين لاخر لحظه بحياتنا، انه اردوغان راح يخرب، ما راح يطلع بيده شيء، شو قد ما حاول شو قد ما عمل ما راح يطلع بيده. فاردوغان ما طلع بيده شيء بهجماته هاي اللي جاي يقدمها ويضربها علينا وعلى عين عيسى وعلى قرى عين عيسى وشيء. فندار على الجبل اكراد، مو كلها اكراد، كلها عرب، كلها شهدائنا وكلها اهاليتنا وكلها كلياتنا، نحن ايد واحده وما راح يطلع بيده شيء.